من باب المزح وصل لي امبارح مسج نكتة على الواتساب بيقول: أحسن شي تعيش عند الهنود الحمر، كل يوم رقص ومشاوي، ما عندهم امتحانات ولا وظايف ولا منظومة، وفوق كل شي على راسهم ريشة. أكيد اللي كتبها عم بينكت وضيق خلقه وحسدهم، لأنه ما في ما حدا فيكون مثلهم ولا حتى هو بده يكون مثلهم. ولكن إذا منفكر فيها ومنتعمق بحياة الهنود الحمر اللي بعدهم عايشين بالعصر الحجري، ومنترك شوي الفوضى اللي براسنا والكبرياء اللي نحنا المتورطين ومفكرين حالنا متطورين وشايفين حالنا فيها، منشوف إنه هن اللي عايشين مش نحنا، منشوف إنه هن اللي بحبوا من دون فلسفة مش نحنا، منشوف إنه هن محترمين حرمة الطبيعة مش نحنا، منشوف إنه هن منظمين من دون حبس ومن دون ظلم ومن دون فساد مش نحنا، منشوف إنه هن عايشين بأمان ومن دون سلاح ولا قتل ولا حروب ولا إجرام مش نحنا، منشوف إنه هن بيعيشوا الفن مش بس بيصنعوه، منشوف إنه هن اللي بيعرفوا شو يعني الاستمتاع بالحياة مثل ما هي مش نحنا. ويمكن عن جد هن مش بس سكان الولايات المتحدة الأصليين، هن سكان الأرض الأصليين. فسؤالي لليوم هو: هل التطور والتمدن والتحضر فعلاً نقل حياة الإنسان إلى مرحلة أفضل، أم خلينا نغرق بتفاصيل المعقدة وننسى نعيش الحياة الإنسانية؟